كيف عرف المسلمون اليابان؟ ولماذا سميت بجزيرة الوقوع؟ كما أن الهمداني تحدث عن الجاذبية الأرضية التي يزعم الغرب أن علماءه هم الذين اكتشفوها، وقد وصلت الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين إلى مرحلة مهمة للغاية، لدرجة أنه زرع جاسوسا في مجلس ريتشارد قلب الأسد نفسه. من هو حسن الوزان ولماذا لقب بليو أفريقيا؟ ويفتخر علم الجغرافيا عند المسلمين بأن المسعودي رسم خريطة للعالم أوضح فيها ما يعرف حاليا بأمريكا. الجغرافيا العربية تفوقت على الجغرافيا الإغريقية، خاصة من خلال أننا لأول مرة نجد جغرافيا مؤمنة، فالجغرافيا في الإسلام تدعو للإيمان. خبايا التاريخ يأتيكم في الأوقات التالية